بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ادن سكواير بتضاف للريفت، بتصدر كل الجدول بالاكسل مره واحده. الاداه دي اسمها بي او ام تو اكسل، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، بتقول له بي او ام سيت اب، تبدا تشوف ايه الجداول اللي انت عايز تصدرها وتقدر تعدل فيها. يعني تقول له كالكوليت كولينج لود، احسب لي المجموعه كولينج لود ده بعد ما تخلص الاسكادول، شوف الرقم كله كام، تقدر تعدل التعديلات اللي انت عايزها. وبعد كده في الاخر بتقول له ريفرش، تقول له اوبن بوم فايل، فبيفتح لك الملف دوت اهوت، في حصر بترى شيك واسم الملف موجود فوق ومنظم، كل الجداول كلها موجودة اهيت زي ما انت عايز.